بناء على تنسيق أمني بين المصالح الاستخباراتية المغربية ونظيرتها النيجيرية، أطلق سراح مواطنين مغربيين وهما دراجين تم اختطافهما في الأول من شهر أبريل الماضي من طرف عناصر مسلحة بمنطقة صحراوية على مستوى الحدود بين بوركينا فاسو ونيجر. وفق مصادر مطلعة، أسفر التنسيق الأمني الذي امتد على مدى 4 أسابيع بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها النيجيرية عن التوصل إلى مكان احتجاز الرهينتين وتحريرهما بأمان، حيث يتم إخضاعهما حاليا للفحوصات الطبية اللازمة من أجل الاطمئنان على وضعهما الصحي بانتظار الشروع في ترحيلهما إلى المغرب. هذا وتساهم الأجهزة الأمنية المغربية بقوة في التعاون الأمني بين بلدان الجنوب، لا سيما من خلال التدريب وتبادل الخبرات نظرا للاحترام الذي تتمتع بها الأجهزة الأمنية المغربية بين نظرائها في جميع أنحاء القارة.